السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قامت إحدى المدارس بإجراء اختبارات بين الطلبة المتفوقين ليختاروا طالب واحد يمثل المدرسة في مسابقة سوف تجرى بين المدارس. ووصل للمرحلة النهائية 3 طلاب، وكان لابد من اختيار طالب واحد. فكان السؤال الفيصل: من قائل هذا البيت؟ إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. وعلشان السؤال ده آخر سؤال وبناء عليه هيتم تحديد من يمثل المدرسة، كانت الإجابة على السؤال كتابة. وكتب 2 من الطلبة الإجابة الصحيحة، وهي سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. والحقيقة إن الاتنين يستاهلوا يمثلوا المدرسة في المسابقة، لكن للأسف الشديد واحد بس هو اللي هيمثل المدرسة، فكان لابد من سؤال تاني. وكان السؤال: استخرج من القرآن الكريم آية كريمة تتحدث عن نفس معنى البيت، واذكر عمن تتحدث. وواحد من الطالبين استطاع أن يجيب الإجابة الصحيحة، وكانت الآية الكريمة التي تتحدث عن نفس معنى البيت هي: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وكانت الآية الكريمة تتحدث عن اليهود. واستحق هذا الطالب المتفوق أن ينتقل للمسابقة على مستوى المدارس، وبالفعل وصل للمراحل الأخيرة. وكان هناك سؤال للتصفية: من قائل هذا البيت؟ لئن فخرت بآباء ذوي حسب لقد صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. وأجاب 2 منهم هذا الطالب على السؤال إجابة صحيحة، ويبدو أنه يحب الشعر. قال: قائل هذا البيت هو ابن الرومي من العصر العباسي. وكان لابد من سؤال فيصل، وكان السؤال الفيصل: أذكر آية كريمة من القرآن الكريم تتحدث عن نفس معنى البيت، وعمن تتحدث. وكان يحضر هذه المنافسة مدير المدرسة الذي ابتسم ابتسامة النصر. كتب الطالب في الورقة: الآية الكريمة التي تتحدث عن نفس معنى البيت هي: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وكانت الآية الكريمة تتحدث عن اليهود.